السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بهذه الوجوه الطيبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا وسهلا بكم إلى هذه المحاضرة مع النحو الميسر، و أود في البداية أن أشكر المنتدى الإسلامي على ودائرة الشؤون الإسلامية على إقامة مثل هذه الدورات التي تبصر أئمتنا الكرام والعاملين في مجال العلوم الشرعية بأهمية العلوم اللغوية عموما والنحو خصوصا. وتعرفون أن علم النحو من العلوم الجليلة المهمة كل دارس بالعربية، لا سيما أولئك الذين يعملون في حقل الدعوة الإسلامية وفي مجال الشريعة الإسلامية وفي مجال الفتية أو الإفتاء وفي مجال الخطابة وغيرها. النحو العربي هو انتحاء سمت كلام العربي في كلامهم، والنحو العربي كما يقولون هو ملح الطعام للثقافة العربية الإسلامية. وبالنحو نستطيع أن ندرك كنه النصوص ونفسر النصوص ونفتي. هناك بعض المسائل في القضايا الفقهية لا تحل إلا من خلال النحو، وهناك بعض الآيات القرآنية لا تحل إلا أو لا تفسر إلا من خلال النحو. مثلا قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لابد للمفسر أن يحيط علما بأهمية التقديم والتأخير في الجملة العربية. الجملة العربية الفعلية مثلا تتكون من المبتدأ، آسف، من الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. إنما يخشى فعل. لو أعرب المعرب الله فاعل لاختل المعنى ولدخلنا في دائرة غير دائرة التوحيد. فالنحوي يدرك من خلال التقديم والتأخير ومن خلال العلامات الأعرابية أن لفظ الجلالة هو المفعول، هو الفاعل أو هو المفعول به، هو الذي يقع عليه فعل الخشية، وأن العلماء هو الفاعل المؤخر. إنما يخشى العلماء الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم تأتي البلاغة لتعطينا مؤشرات دلالية أخرى في التفسير، فالتقديم دائما يكون للأهم ولا أهم من لفظ الجلالة، ولا بد من تقديم لفظ الجلالة على العلماء. في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ابتلى إبراهيم ربه، رب إبراهيم هو الذي ابتلاه. ولو لم يحط المفسر علما بالنحو لا دخل في دائرة غير الدائرة الصحيحة. فإذا النحو له أهمية كبرى في مجال العلوم الشرعية عموما وفي مجال العلوم اللغوية، في مجال العلوم اللغوية عموما وفي مجال العلوم الشرعية خصوصا. جرت العادة أن يبدأ النحو أو أن يبدأ تدريس النحو بمعرفة أقسام الكلمة، لأن كل الأمور الإعرابية فيما بعد والقضايا النحوية ستركز على هذه الأقسام، ثم يعرضون بعد ذلك لقضايا البناء والإعراب، ثم يدخلون في دائرة تخصيص الجملة إلى اسمية وفعلية، ثم يدرسون بعض الأبواب الخاصة إلى آخره. الآن سنعرض لبعض هذه الأشياء. فأقسام الكلمة: الكلمة عموما لو قلنا مثلا جاءنا المدير وألقى إلينا أو ألقى علينا كلمة، هل يقول كلمة واحدة وينصرف؟ بالتأكيد هو يلقي علينا خطابا. فالكلمة في المعنى اللغوي تنصرف إلى معاني عديدة. أما في المصطلح النحوي فهي اللفظ المفرد الدال على معنى. فلو قلنا مثلا كلمة قلم، كلمة مفردة، لفظ مفرد،
تؤدى به الكتابة فانصرف المعنى إلى ذلك. لو كنا مثلا كلمة كوب أو كلمة كأس أو كلمة حاسوب كلها ألفاظ مفردة لها معانيها الخاصة، فالكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى. أما الكلام في المصطلح النحوي فهو الجملة المفيدة المركبة من كلمتين فأكثر، محمد ناجح مثلا كلمتان تكونان جملة مفيدة، محمد رسول الله ثلاث كلمات تكون جملة مفيدة، إلى آخره يعني. فإذا الكلام هو الجملة المفيدة المركبة من كلمتين فأكثر. الكلام أو الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. الاسم هو اللفظ أو هو ما يدل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. لو أخذنا مرة أخرى كلمة القلم، كلمة القلم لفظ مفرد دال على معنى وليس فيه جانب الزمن، ليس فيه زمن. فإذا مثلا جعفر، مكة، الشارقة، الشؤون الإسلامية، القرآن، محمد، خالد، علي، إلى آخره. والكلمة أو الاسم له علامات جمعها ابن مالك في هذا البيت بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. الجر إذا سبقت الكلمة بحرف جر تكون اسما، وإذا نونت تكون اسما، وإذا نوديت تكون اسما، وإذا سبقها الألف واللام أو إذا عرفت بالألف واللام مثلا تكون اسما، وإذا أضيفت أو حصل لها إسناد مثل شهر رمضان، شهر الصوم مثلا، أو مدينة الشارقة، الشارقة مدينة جميلة، تكون هذه الكلمات كلها أسماء. وجمعت هذه في عبارة واحدة هي الأمن في حرم مكة واجب يا جعفر. الأمن معرفة بالألف واللام، في حرم، حرم اسم لأنها سبقت بحرف الجر في، وحرم مكة مضاف ومضاف إليه، واجب منونة، ويا جعفر، جعفر اسم لأنها سبقت بأداة النداء. بعد ذلك يأتي الفعل. الفعل لو وضعناه في معادلة يساوي حدث زائد زمن، والأزمنة ثلاثة: الماضي والحال والمستقبل. الحدث مثلا حدث الدراسة، الفعل يكون درس، يدرس، أدرس. حدث مثلا الشرح، شرح، يشرح، اشرح، وهكذا. فإذا الفعل ينقسم ثلاثة أقسام: الماضي والمضارع والأمر، ولكل علاماته المميزة له. لا يصح أن ندخل أو نلحق علامة من علامات نوع إلى النوع الآخر. فمثلا الفعل الماضي علامته قبول التاء بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي كما يقول ابن مالك. والفعل الماضي بمنتهى البساطة بعيدا عن الألفية وغير ذلك يدل على حدث تم في الزمن الماضي، وعلامته قبول التاء المفتوحة عموما في آخره، سواء كانت هذه التاء للمخاطب أو المخاطبة أو المتكلم، أو كانت تاء التأنيث. طبعا تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب، أما بقية التاءات المفتوحة فهي ضمائر وأسماء وتعرب فاعلا. نقول مثلا حضرت هند، حضرت التاء هنا للتأنيث، وكتبت، كتبت، كتبتي، كتبتما، كتبتم، كتبتن. إذن الفعل كتب فعل ماض بسبب أنه قبل تاء الفاعل أو تاء التأنيث. نأتي للفعل المضارع. الفعل المضارع له عدة علامات، منها أنه يبدأ بحرف من حروف أنيت، أكتب، نكتب، يكتب، تكتب، ثم إنه يقبل النواصب، نواصب الفعل: أن ولن وكي ولام التعليل وحتى، فاء السببية، لام الجحود، إلى آخره.
يقبل أيضا الجوازم وأدوات الشرط الجازمة مثل لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وإن ومن وما ومهما إلى آخره. الفعل فعل الأمر يقبل ياء المخاطبة ويقبل أيضا نون التوكيد ويدل على الطلب، أكتب، أكتبي، أكتبن. أما الحرف فليس له علامة، يعني هو وضع في الجدول للتوضيح لكن الحرف ليس له علامة مميزة له لأنه لا يقوم بغيره. هذه أقسام الكلمة التي سنبدأ في تحليلها من خلال هذا العرض التقديمي. الإعراب والبناء من الأبواب المهمة جدا في النحو التي تكاد تقوم على النحو الوظيفي. النحو الوظيفي كله يقتصر على هذا الباب لأنه سيتوغل في المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول ونائب الفاعل والحال والتمييز وكل هذه الأشياء سنتعرض لها إن شاء الله في هذا العرض التقديمي. الإعراب هو إلحاق آخر الكلمة حركة تتغير بتغير وضعها في الكلام، فالكلمة المعربة هي التي يتغير حركة آخرها بتغير وضعها في الكلام. مثلا محمد رسول الله، محمد مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. إن محمدا رسول الله، محمد اسم إن منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. طبعا في النحو الوظيفي حينما تخطبون مثلا أو تفتون أو تتحدثون لا تضعوا الإعراب في اعتباركم، وإنما لابد من التدريب على ذلك حتى تتكون لدينا الملكة. الملكة اللغوية تتكون بعدة أشياء، منها الحفظ مثلا، حفظ النصوص الصحيحة، منها التدريب على القراءة الجهرية، منها حفظ النصوص الأدبية، النصوص الشعرية، الأحاديث الشريفة. كل هذه الأشياء تكون الملكة، ويتحدث الإنسان حديثا صحيحا دون أن يدرك أن هذا فاعلا وأن هذا مفعولا. فالعرب القدماء لم يكن لديهم النحو، هذا النحو نشأ في مرحلة متأخرة بعد ظهور الإسلام، وأنتم تعرفون قصة نشأته بسبب اللحن في القرآن الكريم. وهذا أيضا من الأسباب التي تربط علوم النحو بعلوم الشريعة. حينما سمع رجل رجلا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر، فقال أو برئ الله من محمد، إذن سأبرأ منه ومن الإسلام، وكاد أن يخرج من الإسلام، فسمعه رجل آخر وصحح له القراءة الصحيحة أن الله بريء من المشركين ورسوله على الاستئناف، يعني ورسوله بريء من المشركين. وأنتم تعرفون أن القرآن الكريم أتى بما تميزت به لغة العرب. لغة العرب تميزت بمثلا الحذف والتقديم والتأخير وغير ذلك، فهنا محذوف ورسوله بريء من المشركين على الابتداء وليست على العطف، لأن العطف يعني أن الاثنين مجتمعين في حكم واحد، جاء محمد وخالد مثلا أو سعيد، فالاثنين جاء مع بعضهما، لا ندري، ليس فيه ترتيب طبعا. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب أو السرعة، لكن الواو تفيد مجرد الجمع. فبرئ الله من المشركين ومن رسوله، فكاد الرجل أن يخرج إلى أن صححت القراءة. والقصة طويلة موجودة في كتب النحو القديمة والحديثة، ويعزى إلى أبي الأسود، يعزى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أنه كتب بعض الأبواب في النحو، منها باب كان وباب إن والمبتدأ والفاعل وغير ذلك، وألقى بها إلى أبي الأسود الدؤلي وقال له أنحو هذا النحو، سر على هذا الطريق، فسمي علم النحو بعد ذلك
بدأ العلماء يتعلمون، جاء الخليل، ثم جاء بعد ذلك سيبويه تلميذ الخليل الذي دون علم الخليل وكتب كتابا يلقب في لدى يعني بين الدارسين بأنه قرآن نحوي. وبعد ذلك بدأت شروح الكتاب وبدأوا ينسجون على منواله، نسج المقتضى المبرد المقتضب وغير ذلك، وتطورت الدراسات النحوية إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن. إذن المعرب هو ما تتغير حركة آخره بتغير وضعه في الكلام، هذا الذي يهمنا على الجانب العملي بعيدا عن التفاصيل، التفاصيل هذه للمختصين وطلاب الدراسات العليا. أما النحو الوظيفي فيحتاج إلى أشياء يعني نسميها تلغرافات بسيطة كي ننطق صوابا وكي نكتب صوابا. فمثلا في الأسماء، القلم جديد، القلم مرفوعة، إن القلم، القلم دخل عليها، دخلت عليها إن فغيرت حركة الإعراب الأخيرة. وكتبت بالقلم، القلم دخلت على نفس الكلمة، دخلت عليه، دخل عليها حرف الجر فتغير حرفه، تغيرت حركته الأخيرة. فالقلم مبتدأ، إن القلم، القلم اسم إن منصوب، بالقلم، القلم اسم مجرور بالباء مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. إذن كلمة القلم كلمة معربة لأنها تغير آخرها بتغير وضعها في الكلام. نأتي بعد ذلك إلى المضارع مثلا. طبعا هناك بعض الأصول والأساسيات في النحو إنه الأسماء كلها معربة ما عدا بعض الأسماء، سنأتي إليها إن شاء الله. والأفعال كلها مبنية ما عدا المضارع الذي لم تباشره أو لم تتصل به النون، يعني كل الأفعال مبنية ما عدا المضارع الذي لم تتصل به النون أو كما يقولون في كتب النحو تباشره النون. وكل الأسماء معربة. أما الحروف أيضا فهي معربة أيضا، يعني الحروف كلها مبنية، آسف، الحروف كلها مبنية، الأسماء كلها معربة ما عدا بعض الأسماء ستعرفونها إن شاء الله، والأفعال كلها مبنية ما عدا المضارع الذي لم تتصل به النون. فالأمثلة هنا من المضارع فقط لأننا في مجال الإعراب. يذهب خالد، يذهب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب لن يذهب، دخل عليه عامل فغير حركة الإعراب الأخيرة، يبقى يذهب فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. لم يذهب، دخلت عليه أداة من أدوات الجزم، لم، يبقى يذهب فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون. طبعا النصب له علامات أخرى فأصلية وفرعية، والنصب له علامات أخرى أصلية وفرعية، حتى الرفع له علامات أخرى أصلية وفرعية سنأتي إليها إن شاء الله. إذن كلمة القلم اسم معرب، كلمة يذهب فعل معرب، بالنسبة للمبني، المبني هو ما يلزم آخره حالة أو حركة واحدة مهما تغير وضعه في الكلام، كمثلا قولنا هؤلاء مجتهدون، إن هؤلاء مجتهدون، سلمت على هؤلاء الطلاب. تلاحظون أن حركة الهمزة ثابتة لا تتغير، هؤلاء في الجملة الأولى وقعت في موقع الرفع، هؤلاء مبتدأ المفروض، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طب كلمة هؤلاء في الجملة الثانية المفروض في موضع النصب، المفروض إن هؤلاء، لكن هذه كلمة مبنية يلزم آخرها حركة واحدة مهما تغير وضعها في الكلام. فهؤلاء اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن. سلمت على هؤلاء، هذه الحركة الموجودة الآن ليست حركة جر وإنما هي حركة بناء، فهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر، هي نعم كسرة فلكنها حركة بناء وليست حركة الجر. الأفعال المبني من الأفعال، قلنا الأفعال كلها مبنية ما عدا المضارع، انتهينا من المضارع. إذن يتبقى من الأفعال الماضي والأمر،
وكلاهما مبنيان أو مبني. حضر فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل بآخره شيء. قام فعل ماض مبني على الفتح. حضروا، لاحظوا أن حركات الإعراب والبناء تظهر أو تكون على الحرف الأخير من الكلمة. الحرف الأخير من حضروا هو الراء، الحرف الأخير في الفعل حضروا هو الراء، فالراء عليها ضمة، وهذا بطبيعة الحال لأنه الواو تسبقها الضمة غالبا ما عدا سعى ونجا إلى آخره. الطلاب حضروا، حضروا هذا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طبعا في وظيفيا لا يهمنا هذا الإعراب، ولكن يهمنا أن نقول حضروا، وعندما نقول سعوا والذين سعوا في آياتنا معاجزين مثلا يبقى سعوا وليست سعوا. نجوا في الحديث الشريف في حديث السفينة نجوا ونجوا معهم، ها؟ أو إن أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا، نجوا وليست نجوا. إذن هذا ينفعنا في قراءة مثلا الخطبة أو غير ذلك. أكتب فعل أم فعل فعل أ فعل ما أمر مبني على السكون. اجتهد نفس الكلام، والله لا أذاكرن. هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو حتى الخفيفة، لنسفعا بالناصية. فإذا لا أذاكرن فعل ماض فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد طبعا حرف لا محل له من الإعراب. إذا الأسماء كلها معربة ما عدا أسماء الإشارة مثلا، والأفعال كلها مبنية ما عدا الفعل المضارع الذي لم تتصل به النون، فإن باشرته أو اتصلت به النون يكون مبنيا على الفتح، وقد يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. الفتيات يكتبن والمطلقات يرضعن، واضح؟ الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية. مثلا حضر خالد وأحمد، وحرف عطف مبني على الفتح. من إلى في كلها حروف جر مبنية على السكون. هل حرف استفهام؟ طبعا أدوات الاستفهام قسمان، حروف وأسماء. الحروف هي الهمزة وهل، والبقية الأدوات أسماء، وغالبا ما تكون في محل رفع مبتدأ لأنها لها موضع الصدارة في النحو العربي. الحروف كلها مبنية، اتفقنا على هذا. فعندنا مثلا حروف الجر، لابد أن ندرك حروف الجر، نعرف حروف الجر حتى إذا ما قرأنا أو كتبنا ننتبه إلى ذلك. في الكتابة لا يجوز مثلا نكتب من المؤمنون رجال، ولا يجوز أن نقرأ من المؤمنون رجال، من المؤمنين رجال. طبعا الكلمات المعربة بالعلامات الفرعية يظهر فيها الخطأ كثيرا في الكتابة، أما النطق فيظهر الخطأ أكثر سواء في العلامات الفرعية أو العلامات الأصلية. حروف العطف، حروف العطف كثيرة، منها الواو والفاء وثم وأو ولكن وبل ولا بشروط معينة ندركها. حروف نصب الفعل المضارع، وهذه غير حروف نصب الاسم، إلى الحروف الناسخة. حروف الناسخة اللي هي إن، أن، كأن، ليت، لعل، لكن، هذه الحروف تنصب الاسم وترفع الخبر من النواسخ، نواسخ الجملة الاسمية. أما هذه الحروف فهي حروف نصب الفعل المضارع، أن ولن وكي ولام التعليل وحتى وفاء السببية ولام الجحود إلى آخره. حروف النداء، يا، أيا، هيا، أي، الهمزة، يضاف إلى ذلك إلا من حروف الاستثناء، ونعم ولا، أو نعم من حروف الجواب، ولا أيضا، وقد من حروف التحقيق، والسين من حروف الاستقبال. تعرفون أن السين للاستقبال القريب، وسوف للاستقبال البعيد.
وحرف الاستفهام الهمزة وهل، وكلا من حروف الردع، كلا إنها كلمة، أو كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون من حروف الردع، وبل ولو وغير ذلك. هذا فيما يتعلق بالحروف. لو انتقلنا بعد ذلك إلى أنواع الإعراب، أنواع الإعراب أربعة، وهي نفسها بالمناسبة أنواع البناء: الرفع والنصب والجر والجزم. تلاحظون أن الجزم يختص بالفعل المضارع، والرفع والجر يختص بالأسماء. إذن للأسماء الرفع والنصب والجر، وللفعل المضارع فقط الرفع والنصب والجزم. قلت فقط لأن الماضي والأمر مبنيان لا يدخلان تحت باب الإعراب. ده بالنسبة لابن مالك، أشار إلى ذلك في الألفية في بدايتها. ندخل على علامات الإعراب. نأخذ الرفع. الرفع له أربع علامات: علامة أصلية، وبقية العلامات فرعية. الضمة هي العلامة الأصلية، والواو علامة فرعية. العلامات الفرعية تكون غالبا بالحروف، أقول غالبا لأنه هناك الكسرة علامة فرعية في جمع المؤنث السالم، والفتحة علامة فرعية في الممنوع من الصرف. إذن الألف أيضا علامة فرعية، وثبوت النون علامة فرعية في الأسماء في الأفعال الخمسة. نأخذ هذا الكلام بالتفصيل. الضمة هي العلامة الأصلية، تكون في أربعة مواضع: في الاسم المفرد مثل قدم الطالب مثلا، الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، قدم الطالب. مثلا يوم يقوم الروح، يوم يقوم الروح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إلا من أذن له الرحمن، أذن الرحمن له، يبقى الرحمن فاعل الفعل أذن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. جمع التكسير، الجموع ثلاثة أنواع: جمع المذكر السالم هو طبعا بشروط معينة للكلمة، تكون في نهاية الكلمة الواو والنون أو الياء والنون، الواو في حالة الرفع والياء والنون في حالتين النصب والجر. وجمع المؤنث السالم يكون بشروط معينة للكلمة أيضا، تنتهي بألف وتاء زائدتين، تاء مفتوحة طبعا، ويسمى المجموع بالألف والتاء. وهناك جمع التكسير وهو جمع سمعي، أما جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم فهو جمع قياسي. جمع التكسير مثل تفوق الطلاب، سمي تكسير لأن صورة مفرده تتكسر عند الجمع. لو كنا مثلا مسلم، جمعها مسلمون أو مسلمين، لو حذفنا الواو والنون والياء والنون رجعت كلمة مسلم سالمة، ولذلك سمي جمع المذكر السالم، يعني الذي سلم مفرده عند الجمع. أما طالب جمعه طلاب، طب أرجعوا المفرد مرة أخرى، لا نستطيع، فتكسرت صورة المفرد. وجمع التكسير إما أن يكون بزيادة حروف على الكلمة مثل طالب طلاب، وإما أن يكون بزيادة بنقص حرف من الكلمة مثل نملة جمعها نمل، نحلة جمعها نحل، نقصت حروف الجمع، نخلة نخل، وهكذا. جمع التكسير، جمع التكسير معروف أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. الملائكة، الروح والملائكة، الروح اتفقنا أنها فاعل مرفوع، الواو حرف عطف، الملائكة معطوف مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، المعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المجرور مجرور. لابد أن ندرك ذلك أثناء الكتابة وأثناء القراءة أو التلاوة. جمع المؤنث السالم
جاءت المعلمات 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 فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تسبح له السماوات، السماوات هي التي تسبح، إذن هذه فاعل. ولا بد أن ندرك هذا أيضا في تلاوة القرآن، ومعرفة النحو تجعلنا ندرك ذلك. السماوات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثل يفوز المجتهد، المجتهد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نفس الكلام يوم يقوم، يقوم يفوز فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، يقوم فعل مضارع أيضا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هذا ما يتعلق بالعلامة الأصلية. العلامة الفرعية الواو تكون في موضعين، في جمع المذكر السالم نجح المتفوقون، المتفوقون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. في الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة غير الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة هي كل وستأتي فعل، كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، يفعلان وتفعلان أدي اثنين، ويفعلون وتفعلون أدي أربعة، وأنت تفعلين أدي خمسة، هذه الأفعال الخمسة. أما الأسماء الخمسة فهي وإن كانت ستة لكن هذا هو المشهور، أبوك أخوك حموك فوك ذو بمعنى صاحب، هذه كلمة أب أخ حم فو ذو، هذه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط معينة طبعا، ألا تكون مثنى وألا تكون مجموعة وألا تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. فلو قلت مثلا أبي رجل طيب، هذه ليست من الأسماء الخمسة، أبي مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، لكن أبوك من الأسماء الخمسة لأنها أضيفت إلى غير ياء المتكلم، فأبوك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، أبو مضاف والكاف مضاف إليه. بمناسبة المضاف إليه، أي ضمير يتصل بالاسم يعرب مضافا إليه، وأي ضمير يتصل بالحرف انظروا إلى الحرف، إن كان حرف جر كان اسما مجرورا، وإن كان من الحروف الناسخة إن وأخواتها يكون اسما لهذا الحرف. وإن اتصل الفعل الضمير بالفعل فنتأنى قليلا، إن كان من الحروف من الضمائر ناء المفعولين أو هاء الغيبة أو كاف الخطاب أو ياء المخاطبة أو ياء المتكلم، ياء المتكلم يعرب مفعولا به. يعني مثلا أكرمنا المعلم أو المدير، يعني نحن الذين وقع علينا فعل الإكرام، أكرم فعل، المدير فاعل، ناء هي المفعول به هو إحنا نحن، غير أكرمنا المعلمة أو المديرة، إحنا اللي أكرمنا، يبقى أكرم فعل وناء فاعل والمديرة مفعول به. وهذا طبعا يؤدي إلى اختلاف بناء الفعل، أكرمنا مبني على الفتح، أكرمنا مبني على السكون. نعود مرة أخرى إلى الأسماء الخمسة اللي هي أبوك أخوك حموك فوك ذو مال، هذه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قام أبوك مثلا فاعل، وتحدث أخوك فاعل، وذو ذو الخلق الطيب محبوب ذو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وذو مضاف والخلق مضاف إليه. نعم كنت أشرح في الضمائر لما تتصل بالأفعال، قلت ناء المفعولين وهاء الغيبة وكاف الخطاب وياء المتكلم تعرب مفعولا به، وبقية الضمائر تعرب فاعلا. هنا أيضا أي كلمة تقع بعد الذو أو ذي أو ذو أو ذوي من الملحقات بجمع المذكر السالم، أو كل أو جميع أو سوى أو غير، أو هذه الكلمات تعرب مضافا إليه. طيب ما الذي يهمنا هذه القاعدة أو هذه المعلومة؟
على المستوى الوظيفي لابد من نطق الكسرة أو ملاحظة الكسر أو ملاحظة الجر عند الكتابة أو عند النطق. ذو الخلق الطيب محبوب، ذو مبتدأ ومحبوب خبر. بالمناسبة أيضا لابد من إدراك مكونات الجملة عند الكلام أو عند الكتابة، ولابد من ملاحظة أيضا الجملة إذا طالت. الجملة الإسمية لها ركنان أساسيان، المبتدأ والخبر. قد يطول ركن المبتدأ ولا بد أن نلاحظ ركن الخبر، حين تتم الفائدة يقع هنا الخبر. وذلك ابن مالك يقول: والخبر الجزء المتم الايه؟ الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. قد نقول مثلا الطالب الذي يدرس في كلية كذا مجتهد، مجتهد، هذه هي الخبر، والذي مضى كله هو ركن المبتدأ. فإذا ذو الخلق الطيب هذا ركن المبتدأ، ذو مبتدأ، الخلق مضاف إليه، والطيب نعت، ومحبوب أتمت معنى الجملة فهي الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. ننتقل بعد ذلك إلى رقم 2 من العلامات الفرعية من علامات الرفع. نحن الآن نتحدث عن علامات الرفع الفرعية. تكون الألف علامة رفع في موضع واحد، في المثنى التقى الفريقان، تفوقت البنتان، الطالبان مجتهدان، الفريقان البنتان مجتهدان الطالبان، كل هذا مرفوع. فريقان البنتان مجتهدان في محل رفع، في محل رفع خبر، يعني خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، والطالبان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. هذا في المثنى. الشيء الأخير في علامات الرفع الفرعية ثبوت النون. ثبوت النون لا يكون إلا في الأفعال الخمسة، وأنا أتحدث عن الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. المتفوقان يتقدمان لاستلام الجائزة، أيضا لابد من إدراك ألف الوصل وهمزة القطع وكتابة الهمزات وهذه الأشياء لكي تكون الكتابة صحيحة. نعم ليس هذا من موضوع المحاضرات لأنها تختص بالنحو الميسر، لكن هذا طبعا من متممات أو من كماليات الكتابة ومهم. المتفوقان يتقدمان لاستلام الجائزة، يتقدمان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. هل انتهى الإعراب؟ لا. ألف الاثنين فاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وجملة يتقدمان في محل رفع خبر المبتدأ المتفوقان. المتفوقان ما لهم؟ يتقدمان لاستلام الجائزة. يبقى المتفوقان مبتدأ وجملة يتقدمان لاستلام الجائزة في محل رفع خبر. المعلمون يشرحون الدرس، يشرحون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هل انتهى الإعراب؟ لا. جملة يشرحون في محل رفع خبر المبتدأ المعلمون. أنت تكتبين، تكتبين نفس الكلام فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف ونون وياء المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أنت طبعا في موضع الرفع، وجملة تكتبين الدرس في موضع الرفع، طبعا أنت في موضع الرفع مبتدأ، وجملة تكتبين الدرس في موضع الرفع خبر. هذا محل الإعراب للجمل. بعد ذلك ننتقل إلى علامات النصب. النصب له خمس علامات، منها الفتحة علامة أصلية، والكسرة علامة فرعية، والألف علامة فرعية، والياء علامة فرعية، وحذف النون علامة فرعية. نرى التفصيل.
الفتحة تكون في ثلاثة مواضع، تكون علامة نصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد كتب الطالب الدرس، الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طبعا لابد من إدراك مكونات الجملة. كتب هذا فعل ماض، هذا الفعل، من الذي كتب؟ الطالب. والفعل دائما مرفوع، الفاعل دائما مرفوع إلا في أسلوب التعجب طبعا. كتب الطالب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. ما الذي كتب؟ ما الذي وقع عليه فعل الفاعل؟ الدرس. إذن هذا لابد أن يكون منصوبا. ألم نجعل الأرض مهادا؟ نجعل نحن الأرض، نجعل فعل، طبعا الكسرة هذه حركت ب، طبعا هذا فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة الجزم السكون، لكن حركت الكسرة لالتقاء الساكنين، نجعل ساكنة والألف ساكنة واللام القمرية ساكنة، فالتقى ثلاثة سواكن، فحركت هذه بالكسر من أجل الانتقال إلى اللام القمرية. ألم نجعل للأرض مفعول به منصوب وعلامة النصب، لأن الفعل ضمير مستتر تقديره نحن يعود على الله سبحانه وتعالى. جمع التكسير: أكرم المعلم الطلاب، أكرم فعل، من الذي أكرم؟ المعلم، هذا الفاعل مرفوع دائما. من الذين أكرموا؟ الذين وقع عليهم فعل الفاعل، يبقى الطلاب مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، تأتون أنتم أفواجا، فكانت أبوابا، خبر كان منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. الفعل المضارع إذا سبقته أداة نصب ولم يتصل بآخره شيء، لن نهمل، نهمل فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. لنخرج به حبا، حبا ونباتا، لنخرج، اللام لام التعليل، نخرج فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. هناك فرق بين لام التعليل بالمناسبة ولام الجحود. لام التعليل تكون فيها السببية، أنزلنا من المعصرات ماء، ماء ثجاجة، لماذا؟ لنخرج، هذه لام التعليل. لكن وما كان استغفار وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ليعذبهم، اللام هذه لام الجحود، لام الجحود تسبق بكون منفي، بكون منفي. ما كان المقصر ليهمل، ما كان المجتهد ليهمل درسه، ما كان، ها، ما كان، لم يكن، ما كنت، إلى آخره. إذن لام الجحود تسبق بكون منفي، أما لام التعليل فتكون فيها معنى السببية مثل حتى ولأن وغير ذلك. لنخرج فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لن نزيدا، لن نزيدا، نزيدا فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. الكسرة علامة فرعية، كسرة طبعا معروفة إنها علامة أصلية في الجر، لكن مع نصب جمع المؤنث السالم تكون علامة فرعية. فإن الحسنات يذهبن السيئات، حسنات اسم إن منصوب وعلامة النصب الفتحة آسف وعلامة النصب الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. يذهبنا السيئات، يذهبنا فعل وفاعل، السيئات هي التي تذهب، مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة عوضا عن الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم، أو نيابة عن الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم. خلق الله السماوات والأرض، لاحظوا أنه الواو حرف عطف، تعطف الأرض على السماوات. السماوات هنا منصوبة أم مجرورة؟ منصوبة. فإذا الأرض تكون منصوبة وعلامة نصبها الفتحة،
فإذا خلق، وهذا طبعا الأولاد الصغار عندما يحفظون القرآن يخطئون في مثل هذه الأشياء. خلق الله مثلا خلق الله السماوات والأرض، خلق الله السماوات مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، والأرض الواو حرف عطف، الأرض معطوف على السماوات منصوب وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. تستخدم الأقمار الصناعية تقنيات كثيرة طبعا، أو حديثة، حديثة نعت لتقنيات، فهي منصوبة لأن تقنيات منصوبة. طب ما الذي نصب تقنيات؟ هذه مفعول به منصوب. تستخدم فعل، الأقمار فاعل، الصناعية نعت، التقنيات هي التي يقع عليها فعل الاستخدام، فهي مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم. حديثة نعت، نعت طبعا منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة لأنها في موضع النصب. إن الممرضات يسهرن على كذا، الممرضات اسم إن منصوب وعلامة النصب الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. فإذا الكسرة تكون علامة أصلية مع الجر وعلامة فرعية في نصب جمع المؤنث السالم. الألف، الألف علامة فرعية للنصب في الأسماء الخمسة، تحدثنا عن ذلك، أبوك وأخوك تتحول إلى أباك وأخاك وحماك وفاك وذا. شكرت أباك، أكرمت أخاك، إن ذا الخلق الطيب محبوب. فأباك مفعول به منصوب، لماذا؟ شكر فعل الماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. لابد أن ندرك هذا، لاحظوا أن تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب، لا يعرب فاعلا، أما هذه التاء المتحركة فاعل ضمير اسم. شكرت فعل وفاعل، من الذي وقع عليه فعل الشكر؟ الأب. يبقى أباك مفعول به منصوب وعلامة النصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أبا مضاف والكاف مضاف إليه، قلنا إن الأسماء الخمسة لا تعرب بالحركات، لا تعرب بالحروف إلا إذا أضيفت، وتكون إضافتها لغير ياء المتكلم. شكرت أباك، أكرمت أخاك، نفس الكلام. إن ذا، ذا اسم إن منصوب وعلامة النصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وذا مضاف والخلق مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة. إن ذا الخلق الطيب، ها، أو الطيب محبوب. إن ذا الخلق الطيب محبوب، محبوب اسم إن، خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. بعد ذلك تأتي الياء من علامات النصب الفرعية. في المثنى كرم المدير المتفوقين، في جمع المذكر السالم نصر الله المؤمنين، يدخل الله المؤمنين الجنة. يبقى طبعا المتفوقين والمؤمنين منصوبان بالياء لأنهما، هذا طبعا المتفوقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، والمؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين، حال منصوب وعلامة نصبها الياء لأنها جمع مذكر سالم. طبعا لفظ الحال ممكن أن نقول حال منصوبة أو حال منصوب، لفظ الحال في الإعراب يجوز تذكيره ويجوز تأنيثه، نقول حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ويجوز أن نقول حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. إن للطاغين، هذه الطاغينة أو إن الطاغين متمردون، الطاغين اسم إن منصوب وعلامة النصب الفتحة أو علامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. حذف النون، تحدثنا عن ذلك في الأفعال الخمسة، لن يهملوا، يهملوا فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل.
لاحظوا انه النون في المثنى وجمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة. مهندسة المشروع ماهران مثلا، تبت يدا أبي لهب، تبت يدان من غير الإضافة، مع الإضافة تبت يدا أبي لهب. تحذف نون المثنى عند الإضافة، وتحذف نون جمع المذكر السالم أيضا عند الإضافة. مهندسو المشروع ماهرون، عندما نحذف نون جمع المذكر السالم لا نضع ألفا، مهندسو المشروع من غير ألف بعد الواو. لكن الطلاب مثلا لم يهملوا دروسهم، يهملوا حذفنا النون، يعني أصلها يهملون، لما حذفنا النون وضعنا ألف، هذه الألف الفارقة. لاحظوا أيضا إنه الواو في مهندس المشروع حرف علامة إعراب، لكن الواو في لم يهملوا اسم ضمير فاعل، فهذه اسم هذه حرف. يسرني أن تتفوقوا، تتفوقوا فعل مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون لأنه من أفعال خمسة. لاحظوا أننا وضعنا الألف هنا الفارقة. الجر له ثلاث علامات، الكسرة علامة أصلية، والفتحة علامة فرعية. لاحظوا أن الفتحة علامة أصلية في النصب، هنا علامة فرعية مع الممنوع من الصرف. والممنوع من الصرف هذا موضوع مهم جدا ينبغي أن نحيط به علما. الفتحة، الياء علامة فرعية أيضا. الكسرة تكون في الاسم المفرد، جلست في المكتبة، المكتبة اسم مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة الظاهرة. طيب، جزاء من ربك، ربي اسم مجرور بمن وعلامة الجر الكسرة الظاهرة، رب مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طبعا تقولون لماذا وضعت الفتحة هنا رغم أنه في موضع الجر؟ هذه حركة بناء، ربك أنت، من ربك ضمير الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ينفخ في الصور، الصور اسم مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة الظاهرة. جمع التكسير، استمعت إلى الأخبار، الأخبار اسم مجرور بإلى وعلامة الجر الكسرة الظاهرة. جمع المؤنث السالم، تفكرت في مخلوقات الله، مخلوقات اسم مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة الظاهرة. أيضا أنزل، وأنزلنا من المعصرات اسم مجرور بمن وعلامة الجر الكسرة الظاهرة. هذا فيما يتعلق بالكسرة. الفتحة تكون علامة جر في موضع واحد في الممنوع من الصرف. طبعا الممنوع من الصرف ممكن يكون العلم ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون، مثل عثمان، عفان، رمضان، شعبان. ممكن يكون علم ممنوع من الصرف للعجمة، مثل سيبويه، مثل لقمان في بعض الأحيان، في بعض الآراء كلمة لقمان يقولون إنها اسم ممنوع من الصرف للعجمة، وقد تكون اسم تكون اسما عربيا، هي ممنوع من الصرف أيضا لزيادة الألف والنون. وقد تكون يكون العلم على وزن أفعل مثل أحمد، أكرم، أمجد. قد يكون على وزن فعل مثل عمر، زحل. قد يكون العلم أيضا علم مؤنث مثل فاطمة، فاطمة، مريم، ممنوعة من الصرف أيضا. الممنوع من الصرف معناه الممنوع من التنوين، ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، لا ينون. نقول محمد، محمدا، محمد، هذا منون، هذا متمكن، هذا منون. أما الممنوع من الصرف فلا يجوز أن نقول فاطمة وفاطمة وفاطمة، مريم ومريما ومريم، لا يجوز.
عثمان أو شعبان أو شعبانا أو شعبان لا يجوز. أدي معنى الممنوع من الصرف. قد يكون تكون الكلمة ممنوع من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون أيضا، مثل فرحان أو غضبان، أو على وزن فعل مثل أخر. وقد تكون الكلمة ممنوع من الصرف لزيادة الألف والهمزة مثل صحراء، أو لتكون صيغة منتهى الجموع مثل معاهد ومدارس ومساجد ومصابيح. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح ممنوعة من الصرف، هي مجرورة المفروض بمصابيح، لكن هي ممنوعة من الصرف لا تنون، وفي نفس الوقت جرت بالفتحة. وثمود، نعم، الأعلام الأعجمية، الأعلام الأعجمية، أنبياء بني إسرائيل كلهم ممنوعون من الصرف، لأنهم ليسوا أعلاما عربي، ليست أعلاما عربية. نوح يجوز فيها، نوح ولوط وهند يجوز فيها حالتان، إن أرسلنا نوحا إلى قومه يجوز فيها، ادخلوا مصرا إن شاء الله، اللي هو العلم الثلاثي ساكن الوسط يجوز فيه حالتان. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن الاسم ممنوع من الصرف يجر بالفتحة عوضا عن الكسرة، من مكة، من جدة، من لندن، من فلسطين، هذه كلها أعلام أعجمية. سلمت على إبراهيم، على أمل، على سعادة، على سلوى، طبعا مجرورة بفتحة مقدرة، على معاوية، العالم المذكر اللي هو مختوم بتاء التأنيث مثل أسامة ومعاوية وحمزة أيضا ممنوع من الصرف، أحمد، عثمان، عمر. في طريقنا إلى أبو ظبي مررنا بمزارع، الباء حرف جر ومزارع اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الفتحة عوضا أو نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، نفس الكلام، بمساجد، بمدارس، نفس الكلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بإيه؟ بأحسن، منها أحسن اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الفتحة نيابة أو عوضا عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. هذه الفتحة. الياء تكون علامة جر في الأسماء الخمسة: ذهبت إلى أخيك، سلمت على أبيك، على حميك، إلى آخره. في المثنى: التقيت بالفائزين المجتهدين، أو بالمتسابقين الفائزين المجتهدين. في جمع المذكر السالم: دعوت للمجتهدين من المؤمنين رجال، إلى آخره. إن للمتقين مفازة، نفس الكلام، للمتقين. طبعا لام الجر هذه عندما تدخل على اسم معرف بالألف واللام تحذف الألف الوصل وتكون بهذا الشكل. علامات الإعراب: الجزم، الجزم يكون طبعا خاصا بالفعل المضارع، وخص المضارع بأن ينجزم كما قال ابن مالك في الألفية. السكون علامة أصلية، حذف النون علامة فرعية، حذف حرف العلة علامة فرعية. السكون تكون في موضع واحد، صح، في الفعل المضارع الصحيح الآخر. طبعا الحروف العربية 28 حرفا، منها 3 للعلة و 25 للحروف الصحيحة، تظهر عليها الحركات الإعرابية. لم أسافر، لم أسافر فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون، أنه صحيح الآخر. ألم نجعل الأرض، نجعل الأرض، نجعل فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون، لكن السكون هنا طبعا الكسرة هنا للسكون، لالتقاء الساكنين، حذفت أو يعني جاءت الكسرة لالتقاء الساكنين كما قلت. طيب، حذف النون في الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة إذا سبقت بأداة جزم لام ولما ولام الأمر ولا إنهية أو أدوات الشرط الجازمة تجزم.
الفريقان لم يلتقيا، الأصل لم يلتقيان، لا تهملوا، الأصل لا تهملون. طبعا هنا واو الجماعة حينما حذفت النون وضعت الألف، يلتقي فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ألف الاثنين فاعل. لا تهملوا فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة فاعل، طبعا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طبعا الملحوظة بالخط الأحمر هذه تقول إن لا إن هي تؤثر في إعراب الفعل المضارع، أما لا النافية فلا تؤثر في إعراب الفعل المضارع. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يرجون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من أفعال خمسة وأول جمع فاعل. لا نافية، لا النافية لا تؤثر في إعراب الفعل المضارع، أما لا إن هي تجزمه. و مثلا صفا لا يتكلمون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال خمسة وواو الجماعة فاعل، لا هنا نافية. أيضا ندرك لا النافية ولا إن هي عند كتابتنا أو قراءتنا. أتفضل. إذا 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 كان بتتحدث بصيغة الجمع تكتب الألف، إذا كنت تتحدث بصيغة المفرد لا تكتب الألف. أرجو، أرجو لا تكتب بعدها ألف. تمام. الحذف حرف العلة في المضارع المنتهي بحرف العلة، يخشى منتهي بالألف، يدعو منتهي بالواو، يرمي منتهي بالياء. لم يخشى، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تدعو إلا إلى الخير. يبقى يخشى فعل مضارع مجزوم بعد لام وعلامة الجزم حذف حرف العلة. طيب ما هذه الفتحة؟ هذه الفتحة عوض عن الحرف المحذوف، لأنه في أصول النحو لا حذف من قواعد التوجيه النحوي قاعدة تقول لا حذف إلا بدليل، إذا حذفت فاترك لنا دليلا. يخشى حذفنا الألف فنترك دليل الفتح. لا تقضي إلا بالعدل، حذفنا الياء فتركنا الكسرة. لا تدعو إلا إلى خير، تاء دال عين عليها ضمة، هذه الضمة هي دليل الواو المحذوفة. لم ينل، هنا حدث شيئان، لم ينال المفروض، فالتقى ساكنان سكون الألف وسكون اللام للجزم، فتحذف الألف من أجل تيسير النطق للتخفيف. يبقى لم ينل، لم يقل، لم يبع. ده بالنسبة للجزم. الأفعال البناء نواصل يا أستاذ محمد ولا إيه؟ عشان صلاة الظهر. طيب أشكركم على حسن الاستماع، ونكمل غدا إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.